احنا السنة في الجمهور الحقيقة، الجمهور توحشناه وديما تقعد الذكرى اللي لعبنا ضد الترجي، والجمهور الحاضر الحقيقة هو اللي خلى معناها ذكرى طيبة جدا. إن شاء الله بحضوره هو تكون مباراة معناها في حجم حضوره، وإن شاء الله مسمناه ديول المباراة اللي يحب عليها هو. بالنسبة لتحضيرات نادي صفاقس؟ والله التحضيرات عموما جيدة، كل اللاعبين حاضرين، كل اللاعبين عندهم رغبة كبيرة وأنهم يعملوا نتيجة إيجابية. من ان شاء الله لجورجي ان شاء الله من يوم مباراه اهم شيء، وانا نكون حاضرين، وانا متفائل في المباراه هذه. المباراه قويه مع فريق معناها قوي، معناها نادي صفاقس يزاد عنده عناصر اللي هم مميزين. ان شاء الله نقدم المباراه اللي نحب عليها وناخذ النتيجه. والله الغيابات في نادي صفاقس معناها الشيء الايجابي، وانه زاد البشري فيه مميز. معنا عندنا عدة لاعبين متقاربين مستوى، ومعنا بالنسبة لنا احنا معنا نتعاملوا مع الموجود، ومعنا ما راح نتكلم على اي غياب، حتى على اي سؤال. ما عندنا ولا غيابات، الكل حاضرين، واللي معنا واللي موجود ان شاء الله يقدم المباراة اللي نحبوها. اللاعبين استمتعوا بالمباراة، واهم شيء وانكم تفرحوا الناس اللي جاي يشجعكم.